كل المخلوقات على الأرض، الديدان في الأرض، الأسماك في البحار، الطيور في السماء، الحشرات التي نراها بأعيننا والتي لا نراها أكثر بكثير، كل ما في الكون من الذي يرزقه؟ إنه الله واسع الرزق جل جلاله، إنه الواسع. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله جل جلاله الواسع، فضله وسع كل شيء. الصحابة أحيانا كانوا يصلون باجتهادهم إلى قبلة غير قبلتهم، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأنا في سفر وصلينا إلى غير القبلة اجتهادا منا، فاتضح بعدها أننا أخطأنا بالقبلة، هل نعيد الصلاة؟ أخبرهم ألا يعيدوا الصلاة، فإن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه: فأينما تولوا فثم وجه الله. صح، القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن لو أخطأ الإنسان اجتهادا منه فإن صلاته تقبل، لأن الله واسع. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. كل مذنب مهما بلغ ذنبه، لا تقول أنا ذنوبي كثيرة مستحيل الله يغفر لي، إياك إياك وهذا الظن بربك جل جلاله. لا تقول أنا سويت أشياء ما أدري هل الله راح يقبل توبتي ولا الله ما راح يقبل توبتي، إياك أن تظن. رحمة الله ومغفرته أوسع مما تتصور، فهو الواسع. إن ربك واسع المغفرة. أناس طول حياتهم ذنوب ومعاصي، قبل الوفاة تابوا صادقين، تاب الله عليهم وأدخلهم الجنة، بل أبدل كل سيئاتهم حسنات. لما؟ لأن ربك هو الواسع، رزقه واسع، رحمته واسعة، مغفرته واسعة، فضله واسع، حتى علمه جل جلاله وسع كل شيء، خلقه واسع. وإنا لموسعون، أي نوسع السماوات والأرض والكون كله. بل واسع أيضا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واسع في أسمائه وصفاته ومدائحه. مهما أثنينا عليه، مهما مدحناه، مهما أثنينا على الرب عز وجل بأسماء وصفات، فإن أسماءه وصفاته أعظم وأوسع مما نتصور، ومدائحه أوسع مما نتخيل. لا نحصي ثناء عليك، لن يحصي أحد ثناء على الله عز وجل. هو الواسع، ترجو من غيره؟ هو الواسع. تطلب الرزق ممن غيره؟ هو الواسع. تسأل الفضل من سواه؟ هو الواسع. مهما وسعت ذنوبك فإن رحمته أوسع، مهما اتسعت حاجتك فإن فضله أوسع، مهما اتسعت مطالبك فإن رزقه وفضله وإجابته أوسع مما تتصور. والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.